ايه رندا، انا نازل على الدوام تاخرت كثير اليوم ونسيت احسب حساب عجقه المرور. حاكم شوارعنا صار مسحومه بسيارات زحم امر من شوارع القاهره وبيروت. وشلون نازل هيك؟ كيف يعني هيك؟ ما فهمت عليكي. يعني على القليله اسالني بدك شيء، لازمك شيء، ناقصك شيء. طيب ولا يهمك، بدك شيء، ناقصك شيء، لازمك شيء، روحي. لا سلامتك. طيب طالما ما بدك شيء، ليش زعلتي لاني رايح بدون ما اسالك؟ طبعا بدي ازعل، لكن حلو تطبق الباب وراك وتمشي. والله لو عشت 100 سنه ما راح افهم طباع النسوان. والله هيك نحن بنحب الدلال، بزعجك هذا الشيء؟ اعوذ بالله، احب على قلبي. وهلا بدك شيء قبل ما امشي؟ لا، وانا على كل حال بدي اروح مع رفقاتي على البيك سنتر نتسوق شويه طبرات. يا ستي مو مشكله، بس وينك؟ ضب ايدك شوي الله يرضى عليك وانت عم تتسوقي. ها طمن، رح ضب ايدي. شو بتقصدي؟ شو بقصد يعني؟ يعني اعطيني وحده من سياراتك الثلاثه لحتى ادبر حالي فيها. بس سياراتي الثلاثه مثل ما بتعرفي مو الي، مو من مال ابي لحتى اعطيكي وحده منهم. بعرف انه مو من مال ابوك، بس هدول السيارات مفروزين لك ولخدمتك، وشي طبيعي انك تعطيني وحده منهم؟ لا عيني ما حذرتي، شلون طبيعي يعني شلون؟ صحيح الدولة فرزت لي 3 سيارات لخدمتي، بس أنا ما بقدر استعملهم إلا للمصلحة العامة، يعني للشغل وبس، وماني مستعد أعطيكي سيارة لتروحي فيها على السوق. بس يا عرفان، كل مسؤولين البلد عم يعطوا نسوانهم سيارات، لا مو بس نسوانهم، عم يعطوا أولادهم وقرايبينهم وجيرانهم وأهل ضيعتهم كمان، بقى داقت عينك أنت تعطي سيارتك لمرتك؟ لا عيني، ما داقت عيني، بس هالسيارات ما خلف لي إياها سيد الوالد. هالسيارات هي ملك عام، ملك الدولة وبالتالي ملك الشعب، وهدول أمانة برقبتي، وأنا ماني مستعد أبداً سيء استخدام الأمانة. بس كل المسؤولين يلي أنت فهميني بقى، أنا مالي مثل غيري، يصطفلوا شو بدي فيهم؟ كل واحد بينام على الجنب يلي بريحه وبيتصرف حسب قناعاته الشخصية. وانت حسب قناعتك الشخصية بيغون عليك انه مرتك تتشنطط بالطرقات بلا سيارة، وانا مرت مدير عام اضرب وقطرة. لا تتشنططي ولا شيء، ليش بها سيارتنا الخاصة؟ ليك والتاني شلون عم يحكي؟ يعني بدك ياني يصير مضحكة قدام رفقاتي؟ وليش لحتى تصيري مضحكة بقى؟ طبعا بدي يصير مضحكة، لانه السيارة قديمة كتير. واذا كانت قديمة؟ طالما هالسيارة ملكنا فانا بشوفها احلى سيارة بالوجود كله. مو اشتريتها بكد يميني وعرق جبيني؟ خلاص انا بعتبرها حبيبتي مثلك فرشتل. إيه انت فكر مثل ما بدك، بس مو واردة ابدا وحده مثلي جوزها مدير عام ومسؤول كبير تركب سياره قديمه ومهرهره موديل 1900 وخشبه. والله الله ما قالها. بس هالسياره موديل 1900 وخشبه مثل ما عم تتفضلي وتحكي، كان طاير عقلك فيها لما اشتريناها من 15 سنه. صحيح كان طاير عقلي فيها، بس كان في الماضي وناقص كمان انه بس بدي افهم، في حدا بضل طاير عقله بشغله صار له عنده 15 سنه؟